عشان خاطر بيحقق في ملفه ومحققش في ملف ممدوح عباس، اقول لكم على مفاجأة وبالمستندات ان النيابة العامة تحقق في ملف المليار جنيه اللي بيقول عليه ضاع على ايد ممدوح عباس، وشكلت لجنة منذ ان تم البلاغ واستلمت البلاغ من مرتضى منصور. طب هو بيتكلم عن الموضوع ده بلغ امتى؟ معايا كل التواريخ واقولها لكم في اي خصومة بتتكلم عنها، بس انا برد عليكم لان هو بيتلكك بده. النهاردة انت بتتكلم في هزيمة، انا حاولت اختصر لكم في دقائق عشان ضيفي ووقتي، وعايز اتكلم في موضوع محمد صلاح قبل ما استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق. خليني اروح لعلاء حمام واخد ردود افعال هزيمة الزمالك المفاجئة، واول مفاجأة في الدوري العام، مفاجأة مزلزلة، 1-0 لنجوم اف سي. كل الاحترام لنجوم اف سي ومبروك، ولكن علينا ان نقف طويلا امام هذه الهزيمة المفاجئة. علاء حمام، سلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، والحمد لله على السلامة.